تشرب مني فكرة عاك فرجيك ايه وين دخل هذا شو بدي اسمع شو بدي اعمل لا ولا قوة وين روح ها وين روح ها شو هذا وين انا اللهم صل على سيدنا محمد شو شو هذا وانا بحلم ولا بعلم طاولات شو كأني في الأحلام وين دخلني هذا ولا هون يا ناس شو هذا شو بصير اللهم صل على سيدنا محمد أنا بحلم ولا بعلم شو هذا الخشب شو التخت ماشي ولا بالأحلام معقول هاي غرفة النوم اللي بيحكوا عنها للملوك والوزراء آخ إيه بس أنا كمان بدور على غرفة نوم من زمان بس عمري ما كنت أعتقد وأفكر إن ألاقي غرفة نوم بهيك جمال وبهيك روعة بس أنا لازم أعرف شو مواصفاتها وشو سعرها يا شباب يا شباب لو سمحت أهلا وسهلا بالحج تسلم بدي أسأل غرفة النوم هذه محلي هذه غرفة النوم محلي هذا أشرح لك عنها هذه غرفة النوم حاج 9 قطع طلع بيجي معها ستاند وحدة جرارير بوفيه فرشة حرباوي مكفولة 15 سنة معها مقعد شوف يا حاج دفاتها هون ما أحلاها اشرب طلوط بيجي معها إطار ألمنيوم ودفات إزاز كفالة مفتوحة غرفة النوم هاي خشبها ساندويش ولا اشي تاني ساندويش ومكفول يا حج التخت هذا بشوف في تخوت اليوم جداد بيرتع بضب فيه اشياء تحتي صحيح موجود. صحيح يا حج هذا فيها صح الصح فعلا غرفة نوم الف الف انت عارف انا من زمان حاطط في مخي غرفة النوم ووصفاتها هذه شبيهة إلها 100% حتى لون الفرش اللي عليها الياساتي يعني المراية اللون خلاص هذه بدي اخذها ولا انت شو فكرك حيا خلّى يا حج شو بدك احنا جاهزين عفوا انا وين شايفك ها حج لا شفتني ولا شفتك بخلق من الشبه 40 اسمع